أعلنت السلطات الهندية تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق يعقوب مأمون العقل المدبر للاعتداءات التي طالت مومباي في العام 1993، وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص. الحكم نفذ صباح الخميس في سجن ناغابور بعد أن رفض رئيس البلاد طلب الإرجاء. نحن سعداء بإعدامه، يقول مواطن نجا من الاعتداء، إنه شخص مذنب وتمت مساعدته من قبل أشخاص آخرين. أعتقد أنه حكم عادل. وتقول ناجية: لقد انتزع حياة الكثير من الأشخاص والآن لا أحد يتعاطف معه. الاعتداءات التي استهدفت عدة مراكز في مومباي قامت بتنفيذها مجموعة من الطائفة المسلمة في سياق مواجهات دموية كانت تجري بين هندوس ومسلمين في التسعينيات. يعقوب مأمون هو المحكوم الوحيد بالإعدام في هذه القضية، وما يزال متهمان أساسيان فارين من وجه العدالة.